بالنسبة قضية أنه خطاب هذا تاع المؤامرة والجميع يتآمر وكذا، هذا الآن هو خطاب يسوق في إطار من يريد لهذا الحركة أن يتوقف عند هذه النقطة، وكأننا أسقطنا بوتفليقة. الآن يجب أن نسرع الذهاب في انتخابات، وهذا الخطاب هو الذي الآن أنا ضده، لأنه حقيقة اليوم كنت في الشارع، المناوشات هي جد بسيطة، هي بين شباب لا تتجاوز أعمارهم 16 15 سنة، أنا كنت مع المسعفين هم تحت تأثير المهلوسات، لكن المهلوسات أنا نعرف الثمن تاعها، من سمح لهذا الشباب ومن مولهم باش يشريوا هذه المهلوسات؟ البيان تاع الشرطة تكلم على أسلحة وذخيرة، الآن تكلموا على عدالة مستقلة، أنا أطلب من النائب العام فتح تحقيق سريع وعاجل لكشف من أدخل هذا السلاح، وكشفهم شخص شخص، ومن يقف وراءهم. إذا حقيقة نريد أن نتكلم عن عدالة مستقلة ودولة قانون، هذه هي الإجراءات المتبعة، لأن هذه التصريحات خطيرة، وإذا كانت هذه التصريحات سياسية وليست أمنية حقيقية، فيجب أن يحاسب من يستعمل بيانات الشرطة لكي يخوف الشارع، لأن هذا هدفه. لمن يخدم هذا الهدف؟ يخدم إلى تخويف الشارع، قال الناس راهي مسلحة، حذاري، يعني تبدا الاسر تخاف، تبدا النساء تخاف، يبداوا الاطفال يخافوا، وانهم يريدون ان يفسدوا عرسانا. الحمد لله انا كنت في الشارع ومشيت وكان امن، كانت مناوشات في منطقه محدوده، كانت هناك مناوشات بين الشباب، في اي مظاهره في العالم تصرى، عندنا ثمن مسيرات لم تشهد هذا الامر، لماذا هذا الاحتقان منذ مسيره الطلبه؟ منذ مسيره الطلبه التي استعملت وكأنه دارت إجراءات جديدة اجراءات جديده أو وتعليم فرض احتكاك مباشر ما بين عناصر الشرطة تعليمات جديدة، وهي جاءت في إطار تحضير لما بعد بن صالح، لأنه لو نشاهد تنصيب بن صالح بالثلاثاء في نفس اليوم بدأت نزول الحشود، لأن الشرطة باش تنزل بذلك القوة بذلك العدد لازمها تحضير مسبق، وكأنه كان هذاك تحضير مسبق، لأنهم كانوا عالمين بأنه بن صالح سينصب رئيسا وستكون هناك رفض شعبي، فكان النزول بذلك القوة ولمواجهة الطلبة السلميين والذين يعني أحييهم لأنهم لم يردوا بعنف، ثم من بعد ذلك يأتي البيان الجيش، والذي نأسف لهذا البيان لأنه وضع الشرف العسكري ضامنا لهؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية للجزائريين. الآن نتكلم على مطالب الشعب الجزائري الذي وصفها البيان بأنها تعجيزية.